يا الله وبنا وانزلنا يا الله وطاياك الجسام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة نادي محمد يا الله وارحمنا يا الله خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي صلى الله عليه وسلم من بطن أمي بارز رفع طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد السيد القرنين من الشهور شرر بالأوال ومن الأيام يوم الاثنين وموضي ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مكحولا مقطوع سرا تولى ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عوق على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم ألبس وجد فلم أنشب أن غشيتني ظلمة وربك شاررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم ذلك عني ثم عودني ربع ظلمة والكشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات صلى الله عليه وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف دا مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بهادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا في الدنيا صدونا في الأخرى في حاجة الكبرى
Yeah.
التي ترتعد منها فرائس الأكل من البرية ومن أسل دمي تعطر والمنازل فبعد في ذكر تطيبة المجالس والمحافر صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية فالمنفلق في علك وهلوك بأشراف خصوصية فما من فلوق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود صلى الله عليه في الحبيب شاني وله الأولى في مجدي ومكانه وصف عيسى قد على مجدها أودت على نجم السهى بعنانه صلى الله عليه فقد انبسط قلب فدت بما أفقد عنه من وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه فحكاية ما أكرمه بهذا الأمر المقربة من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وأتمنى مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعلي أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضرره أوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا في فيه محمودا ويدب عملا في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعض ظافرة وعلى باب عزة تحط رحال فتغشاها منه الفيوض وتلغ أمرا نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومثار قاسم إمدادك في عبادك وساكي قوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحضرة اضطرابي من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا جاملة هي
وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأتم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan Maulid Sibtu Turor. Semoga dengan pembacaan Maulid Sibtu Turor kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu